الخير، جولة جديدة ورحلة جديدة. الصباح البارد في مدينة لندن، في شمال لندن، وكما العادة حكم ضربة حفلة عالمية، نمشي من هنا ولا من هنا. المهم هاد راسي نجيب المابس ونشوف. شايف هاد السبيد هذا شناهو؟ بحال القلعة، كانت فين في ريزيدونس اوتيل، قلعة قديمة ودارها اوتيل. اليوم واحد الجو، اليوم عندنا الزهر، جينا في الجو وصافي، عاد في لا شتا لا ضباب لا والو. هي من ديال هذيك القطعة، القطعة ديال المغاربة، ولكن غنبقاو محسرين معاها، نتسناو حتى يمشي على الطوب. داري بنادم كلشي تيريسبكت. شحال في شكال تحط في شي بلاصه باش تمشي للجنوب ولا الشمال ولا الشرق ولا الغرب ولا فين تمشي، ما عرفت. بعدا نشوف بعدا الدروب اللي دايرين حدا لوطيل اللي خديت، ونقيد شي ستاسيون مترو قريبه ليا، نتلوكاليزا بعدا نعرف راسي فين باش الا توضر نرجع. هما لي سين ديال لي مترو ما هادو بالحمر اندر جرول. ندخل لكم واحد ستاسيون ديال التران، قداش عرفت كي دايره تاريخيه، ندخل نصور فيها ونخرج عاوتاني. Thank you.
2000 دابا مع يلا اول صباح تنصور هذه محطه ديال تي جي في خلي تاع نشد مزيان السيستم ونشوف واش غادي نشتري من بعد ولا لا. ما كرهتش نهبط لسكوتلندا في التران في مدينه ديال ايدنبرغ ولكن بلاتي شويه ويلكم تو لندن. كاين البريده واخا كاين الجو صافي ولكن كاين شويه برد. كملوا الدواره ديالنا القطار. سبحان الله فكرتني بهونغ كونغ فاش قطعت من الشين ومن غوانزو لهونغ كونغ عندهم نفس الارشيتكتور تيديروها بحال الستيل ديال الايروبور. واحد صاحبنا غادي بيكال في التران بحال ايروبور نيشان الانجليز كامل الانجليز سكوتلندا ايرلندا كلشي من هنا تيديروا الديبار ستاسيون قديمه. فهم والو بحال ديما ديما موطرين ونكتشفوا اونسومبل المدينة ديال لندن. دونك بديت بالترونسبور هو الاول بديت بهذا الباص هذا ديال التوريزم يدير بينا على ابرز المعالم ديال لندن من بعد عاد نديرو البيس العادي ونديرو المترو. غادي نسهر لهنا اليوم والجو صافي والشميشة هادي رضا الوالدين ياك. Thank you.
سميمو كاين البريده. المبنى سميتو هاري بوتر، شي جسد هذاك الفيلم ديال هاري بوتر. الحي الصيني لكن شنو عاد تدوز من حداهم تشم ريحه الماكله ديالهم. يا ربي السلام، ريحه المعطاطا في الشارع طيبوا بلي زيت بيس بزاف.
تنظروا أهم معالم لندن. Thank you.
كيعيش الناس بزاف. For the White Tower was imported from France. Yeah. It was near in the 1500s that Anne Boleyn and Catherine Howard, two of the six wives of King Henry VIII, were executed. Only 22 executions ever took place within the Tower of London itself. Most happened on the adjacent Tower Hill. The last beheading at the Tower was way back in 1747. The last execution at the Tower took place in August 1941, when a spy was shot by a firing squad. الطوبيس والشيفور ديالو واقيلا كاينين لتحت، كاينين كاين شويه البرد الناس هبطوا لتحت. تبان لكم واحد المكانه لهي ديك المكانه ديال بيك بان.
تحط غرفك تجيب لك الدوخ. الزهر بعد اللي عندنا اليوم والسما صافيه بالشميشه، كاين شويه البرد ولكن كاين الشمس، ما كاين لا غمام لا حتى حاجه. الله يلا مرضي الوالدين، هاد النهار هذا جا واعر نصوروا فيه باش يطلع شي فلوق زوين ان شاء الله.